يبارككم ويحفظكم. لقد أعطاني الله كل سلطان في السماء والأرض، فامضوا لتبشير الناس من كل الأمم برسالة الخلاص ليكونوا أتباعي، واغسلوهم بالماء باسم الله ومسيحه وروحه القدوس، وعلموهم أن يعملوا كل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. الحواريون مسلسل في حلقات يحكي قصة رسل السيد المسيح الذين اختارهم ليبشروا الناس برسالة الخلاص. وعليكم السلام. وعليكم أهلاً. السلام. أشونك يا با؟ الحمد لله. أنت أشونك ابني؟ الحمد لله. ها خو ما بديت بالقراءة؟ لا لا تخاف ما بدينا، بعدين نحن كنا نستندغك. ها ابني ويصب صاغ جماعتك يا با؟ هسا هيم على جي انبور، أنا وعدتوهم الساعة 5. وعليكم السلام. تفضلوا ولادي، ليش واقفين على الباب؟ شكرا عمّا. شكرا عمّا. تفضلوا تفضلوا يا با. اقدم لك اصدقائي بالكلية ماهر وليف. اهلا وسهلا بهم ابني. استريحوا ولادي استريحوا. الله بالخير. الله بالخير والعافية. ايه اشونكم ولادي؟ الحمد لله عمّا. انت اشونك؟ الحمد لله. وبالدراسي اشونكم؟ الحمد لله عمّا. الدراسي ماشي مثل ما نريد. انا فرحت كثير لما قرأت انه انتم تحبون تجون عندنا من البيت وتسمعون قصه من قصص الحواريين. ايه عمه امبور، نحن اقترحنا على رائد ان يستعير الكتب من المكتبه ونقرا القصه هوني. امبور مثل ما تعرف ما نطيق نروح كلتنا المكتبه. امبور هذا الشيء غير ياثر على الناس اللي يقرون بالمكتبه. ايه صحيح ابني، وخصوصا المكتبه يحتاج لهدوء. وعلى كل حال هلا بكم، هذا بيتكم. شكرا عما، الله يسلمك. بنتي سناء، خشعي اخوتك ايش يشغبون؟ صاغ يابا.
عما صدقني هسع شيخ بينو جايين وبعدين ما نغيد نعمل زحمة عليكم. هذا أشون حكي ابني، لازم تشغبون شيء. تقولون لو نستذكر أهم الأحداث اللي قريناها بالقصة السابقة؟ هاي أحسن فكرة، وخصوصا هاي الأحداث مترابطة مع بعضها. بالضبط مثل ما قال بابا، وحتى نفهم الشيء اللي غيح نقرانه لازم نعرف أشنو اللي صار بالماضي، وعلى أساس نقرأ ونعرف الشيء اللي غيح يصير بالمستقبل. لكن خلونا شوية نعرف الصار بالمرة السابقة. يا جماعة، نحن عرفنا من خلال ما قريناه المرة السابقة أشون الحواري بولس اختار سيلة حتى يساعده في تشجيع وتقوية الناس المؤمنين بالمسيح، وبعد هذا بولس اختار تيماثاوس وهو واحد من تلاميذ المسيح وهو من مدينة لسترة حتى يساعدهم بالخدمة، وسافروا ثلاثتهم من مدينة لمدينة يشجعون الناس المؤمنين. بمقدونيا صار اضطهاد قوي ضد بولس وسيلة فسجنوهم هناك، لكن إرادة الله كانت فوق كل شيء، وعرفنا أشون الله سبحانه وتعالى خلصهم بطريقة بحيث السجان اللي كان مسؤول على حراستهم نفسه آمن هو وعائلته وكل أهل بيته. وبعد هذا طلعوا سافروا لتسالونكي يبشرون الناس هناك، وبعدها سافروا لكرنثوس وبقى بولس بهاي المدينة حوالي سنة ونص يعلمهم كلمة الله، وبعدها سافر لأنطاكيا بسوريا. بولس قاعد بأنطاكيا بعض الوقت، وطلع وسافر المنطقة غلاطية وفريجية بتركيا، وكان دائما يقوي الأخوة المؤمنين ويشجعهم على الثبات بإيمانهم بالمسيح. وجال مدينة أفاس واحد من بني يعقوب اسمه أبلو وهو من الإسكندرية، وكان فصيح اللسان خبير بكتاب الله. هذا الشخص كان يعرف كثير أمور عن طريق المسيح، لكن ما كان يعرف غير بس اغتسال التوبة اللي دعاله يحيى، وهو كان يعلم ويحكي مع الناس بحماس عظيم. أنا غيح أحكي لكم عن العقيدة الصحيحة عن المسيح. إيه، أنبوع عيسى هو المسيح المنتظر، العقيدة الصحيحة اللي لازم تعرفوها يا ناس. نعم يا ناس. يا أبلو، أنا عقيل وهاي مغتي بركة، ونحن سمعناك تحكي بجرأة بالمصلى، فأش تقول له تقبل دعوتي وتجي معاي للبيت، وهنوك غيح اشرح لك بدقة أكثر عن طريق الله. أنا يشرفني أن أروح معاكم للبيت. يلا، لكن خلي نتوكل على الله ونروح. يا جماعة، بعد ما حكيتم لي هذا الحكي زدتم إيماني وخليتمني أعرف شغلات أنا ما كنت أعرفها، وخصوصا تطهير قلوب المؤمنين بواسطة اغتسال الروح القدوس. الحمد لله اللي دائما يطعينا حكمة حتى نعلم كلمته لكل الناس. يا جماعة، أنا قررت أسافر لمدينة كرينثوس باليونان حتى أبشر الناس. بارك الله بيك يا أخي. والمؤمنين هون بأفاس يشجعوك على هذا الشيء، ونحن بدورنا غيح نكتب للأخوة هنوك حتى يرحبون بيك.
وبعد ما وصل هنوك استقبلون الأخوة وكان عون كبير للناس اللي آمنوا بفضل نعمة الله. أمبور بحواره كان دائما يغلب غجيل الدين من بني يعقوب ويغلبهم قدام الناس، ويبين لهم من الكتاب إنه عيسى هو مسيح الله المختار الخلاص الناس. ولمن كان أبولو بكرينثوس نفس الوقت سافر بولس الأفاس، فلقى جماعة من تلاميذ المسيح. يا إخوان، أنا أريد أسألكم، أنتم نلتم الروح القدوس من آمنتم؟ لا لا، نحن ما سمعنا بوجود أي شيء اسمه روح القدوس. لكن على أي أساس اغتسلتم؟ باغتسال التوبي. نعم، كلتنا نحن الموجودين اغتسلنا باغتسال التوبي ليحيى بن زكريا. اغتسال يحيى كان دليل على توبة الإنسان وابتعاده عن الشر وتقربه من الله سبحانه وتعالى، والنبي يحيى دعا الناس حتى يآمنون باللي غيح يجي بعده اللي هو سيدنا ومولانا عيسى. ولهالسبب لازم تغتسلون متحدين باسم مولانا عيسى. بعد ما اغتسلوا بولس خلى ايده عليهم فحل الروح القدوس عليهم، وقاموا يحكون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا حوالي الموجودين 12 رجال. بعد هذا راح بولس للمصلى وكان يحكي هنوك بجرأة لمدة 3 شهور، فكان يناقش الناس ويحاول أن يقنعهم بخصوص مملكة الله. يا إخوان، أذكركم بما قالوا النبي داود لمن حكى عن فلاح الإنسان اللي يرضى الله عنه بغض النظر عن أعماله، فقال يفلح الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى يغفر له آثامه ويسامحه على ذنوبه، ويفلح هذا الإنسان اللي الله ما يحسب ضده أي خطيئة. هذا الفلاح اللي عاد تحكي عنه هو بس الأتباع شريعة موسى. لا 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 أبداً، حكيك ما صحيح. الفلاح لكل الناس اللي عندهم إيمان بالمسيح واللي رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. لا لا، الفوز والفلاح للي يعمل متطلبات الشريعة. يا إخوان، لمن الله وعد إبراهيم ونسله بأن يطعيم العالم نصيب، ما كان هذا على أساس العمل بالشريعة، لكن على أساس الصلاح اللي يجي بالإيمان. وإذا تقولون اللي يعملون بفرائض الشريعة هي من اللي ينالون هذا النصيب، بهاي الحالة أنتم تقصدون بأن الإيمان ما له أهمية والوعد بدون قيمة. أمبور الله سبحانه وتعالى يغضب على كل واحد يخالف الشريعة، وأكو طريقة واحد يطيق بيها ما تخالف الشريعة، وهي أنه ماكو شريعة أصلاً. يعني قصدك تقول الوعود تجي بالإيمان؟ نعم، وهو هبة من الله ويكون مضمون لكل نسل إبراهيم، وما بس للي يعيشون بحسب متطلبات الشريعة، لكن للي يعيشون بإيمان مثل سيدنا إبراهيم، فهو أبونا كلتنا. ومثل ما يقول الكتاب، جعلتك أبا لشعوب كثيرة. أمبور إبراهيم آمن بالله فصار أب لكل المؤمنين بنظر الله. الله اللي يحيي الموتى وبأمره يجيب أي شيء للوجود. ولمن وعد الله إبراهيم بأن يصير أب لشعوب كثيرة، إبراهيم آمن بهذا الكلام. والله سبحانه وتعالى قال له غيح يكون نسلك كثير مثل نجوم السماء. ومع أنه هذا الشيء مستحيل بنظر البشر،
ما ضعف إيمانه، وكان عمره بهذاك الوقت حوالي 100 سنة، وكان يعرف أنه هو ما يطيق على الإنجاب، وسارهم ما تطيق تجيب أطفال. ما ضعف إيمانه أبد وما شك بوعد الله، لكن تقوى بإيمانه وشكر الله، وكان متأكد كل التأكيد أنه الله قادر على أن يوفي بوعده. بهذا الإيمان الله اعتبر إبراهيم من عباده الصالحين. صحيح. نحن لازم نعمل بمتطلبات الشريعة حتى نكون صالحين وما تنحسب ضدنا أي خطيئة. كلامه صحيح. يا إخوان، أنت مثل ما تعرفون الخطيئة جت للعالم عن طريق إنسان واحد هو آدم، والخطيئة جابت معاها الموت، لهذا ماتوا كل الناس انبور كلتهم خطئوا، والخطيئة موجودة بالعالم حتى قبل شريعة موسى. لكن بما أن الشريعة ما كانت جيّة، فالمخالفة ما كانت تنحسب ضد الناس، ومع هذا سيطر الموت على كل الناس من زمن آدم إلى زمن موسى، مع أنه خطيئتهم ما كانت مخالفة الوصية مثل خطيئة آدم. فما أعظم الله انبورطع الخلاص كهبة مجانية لكثير ناس بواسطة إنسان واحد هو عيسى المسيح. هذا أشعي يحكي. منين جاب هذا الحكي؟ نعم، ماكو مقارنة بين هبة الله بواسطة المسيح وخطيئة آدم. هاي الخطيئة اللي جابت الموت والهلاك للناس، لكن هبة الله فتحت لنا الطريق حتى نكون من عباد الله الصالحين، مع أنه نحن كلتنا خاطئين، وهذا هو سبب إطاعة المسيح لله حتى الموت. أشعيح أخوي، نحن نرفض هذا كلامك وما هي نسمح حكي أكثر. حكيك هذا اللي حكيته ما بينه معنى. اسكت لا تحكي. بعد ما غيد نسمع. ما خوش حكي هذا. أنا غيح أترككم مثل ما تريدون، وغيح أخذ معاي بس اللي آمنوا. يلا يا جماعة، يلا خلي نطلع. بولس بعد ما أخذ التلاميذ وحدهم قام يحدثهم كل يوم بقاعة كبيرة لشخص اسمه تيرانوس، واستمر هذا الشيء مدة 2 سنين. الناس من بني يعقوب واليونانيين الساكنين غرب تركيا كانوا يجون ويسمعون رسالة المسيح من خلال اجتماع بولس بالتلاميذ. بولس من كان بأفاس وصلته أخبار عن جماعة المؤمنين بكورنثوس من خلال أشخاص جو، ونقلوا لبولس المشاكل اللي عتصير هناك. أهل كورنثوس بدوغم كتبوا لبولس على بعض الأمور اللي تخص حياتهم، وطلبوا منه المساعدة في حل المشاكل اللي تواجههم. بولس اجتمع برجال اسمه سوستيني. يا سوستيني، المشاكل اللي عتصيغ بجماعة المؤمنين بكورنثوس عتزيد يوم بعد يوم. ايه نعم، وهاي المشاكل عتهدد جماعة المؤمنين، ولهالسبب لازم نكتب لهم ونحاول أن نساعدهم على مواجهة المشاكل اللي عيتعرضوا له، ونوضح لهم بعض الإرشادات المهمة. هاي أحسن فكرة، وخصوصا أنت كنت بهاي المدينة أكثر من 1.5 سنة تعلمهم كلمة الله. يلا لكن خلي ندعي لله سبحانه وتعالى حتى يرشدنا من روح القدوس بكتابة هاي الرسالة. سوستيني،
مستعد انت تكتب؟ تفضل يا بولس. اكتب. من بولس اللي اختاره الله رسول للمسيح عيسى ومن الأخ سوستيني إلى عباد الله المؤمنين بكورنثوس، انتم اللي بانتمائكم للمسيح عيسى اختاركم الله نفسه ودعاكم حتى تكونون أولياء صالحين مثل ما اختار الناس اللي آمنوا بسيدنا ومولانا عيسى المسيح بكل مكان. السلام عليكم. يا بولس، أنا أقول لو تخلينا نركز على الخلافات بين المؤمنين. اي نعم، وخصوصا أكو انقسامات صيغي بيناتهم. اكتب اكتب سوستيني. يا إخوان، أطلب من عندكم من أجل خاطر مولانا عيسى المسيح أن تكونون كلتكم متفقين وما منقسمين، لكن متحدين بكل شيء، بالرأي وبالفكر. أمبور، سمعتوا بيناتكم خلافات، وأقصد واحد منكم يقول أنا مع بولس، والثاني يقول أنا مع أبلو، والثالث يقول أنا مع بطرس، والرابع يقول أنا مع المسيح. وعلى هالأساس يا إخوان، لما كنتوا عدكم ما طقتوا أكلمكم كأشخاص أتقياء يقودم الروح القدوس، لكن كدنيويين كأطفال بالمسيح سقيتوكم اللبن والحليب بدل أن أقدم لكم الأكل العادي. أمبور، أنتم ما كنتم تطيقون أن تأكلون الطعام، وليه هسه أنتم ما تطيقون؟ أمبور، أنتم بعدكم دنيويين وشهواتكم مسيطرة عليكم، بيكم حسد وخصام، وبهذا الشيء تكونون مثل أهل الدني وتتصرفون تصرفات ما نبع من الروح القدوس. ولما يقول واحد منكم أنا مع بولس والثاني يقول أنا مع أبلو، بهذا الشيء ما غيح تكونون مثل الناس الما مؤمنين؟ أنتم ما تعرفون أنه أنتم بيت الله وروح الله سيكن بداخلكم؟ وهسع يا أخوان، أنا ما طيق أصدق اللي سمعتونه عنكم. أمبارك ناس بيكم يفتخرون أن يعملون شغلات ما مليحة مثل الزنا، والمفروض من عدكم أن تحزنون وتطردون الشخص اللي يعمل هكذا أعمال. واللي أقصد أقوله أن ما تختلطون مع أي واحد يقول أنا مؤمن بس هو زاني أو طماع أو شتام أو سكير أو حرامي أو يعبد الأصنام. مثل هذولي لازم ما تاكلون معاهم، وانتم تعرفون كلش مليح اللي يعملون هاي الشغلات ما لهم نصيب بمملكة الله. وانتم ما تعرفون أنه جسمكم هو بيت للروح القدوس الساكن بيكم، والله سبحانه وتعالى طعاكم هذا الروح، وانتم ما ملك لنفسكم لكن الله، وهو اشتغاكم بدم المسيح، فأرضوا الله بحسن سلوككم. يا بولس، أشنو رأيك لو نكتب لهم شوية عن استخدام المواهب الموجودة داخلهم حتى يطيقون يستغلون هاي المواهب للخير اللي يجي لجماعة المؤمنين؟ مليح، اكتب. وهالساعة أريد أحكي لكم شوية عن المواهب اللي يصنع الروح القدوس بينا. أمبور، أنا أريدكم تعرفون الحق. أكو أنواع من المواهب الروحية، لكن الروح القدوس اللي يصنع هاي المواهب واحد. وأكو أنواع من الخدمة بين المؤمنين، لكن مولانا اللي نخدمه واحد. وأكو أنواع من الأعمال بين المؤمنين، لكن الله واحد، وهو اللي يوفقنا بأعمالنا. وكل واحد يحصل على موهبة تبين أن الروح القدوس موجود بينه المنفعة الكل. فمثلا واحد يطعين الروح القدوس كلمة حكمة للمؤمنين، والثاني الروح يطعينه معرفة خاصة، والثالث يطعينه إيمان قوي، والأخ يطعينه موهبة شفاء بنفس الروح، والأخ يصنع معجزات، وواحد ثاني يتنبأ بنفس الروح، وواحد التمييز بين الأغواح، والأخ
موهبة الحكي بلغات ما يعرفها، وغيره ترجمة هاي اللغات. وكل هاي الأشياء يعملها نفس الروح القدوس، وهو يوزع المواهب على كل واحد مثل ما يقرر. وهسع غيح أحكي لكم عن شيء ثاني يكون أهم من هاي المواهب. فمثلا لو كنت أحكي بلغات الناس والملائكة لكن ما عندي محبي، فأنا مجرد نحاس يطن أو صنج يغن. ولو كان عندي موهبة النبوءة وفهم الأسرار وأعرف كل شيء، ولو كان عندي كل الإيمان حتى أنقل الجبال لكن ما عندي محبي، فأنا لا شيء. ولو طعيت كل ما عندي للفقراء وضحيت بحياتي لكن ما عندي محبي، فما غيح استفيد شيء. وأشنو هاي المحبة اللي أحكي عنها؟ المحبة أن تصبر وتشفق، المحبة أن ما تحسد، ما تتباهى أو تتكبر، المحبة أن ما تسيء للآخرين وما تفكر بس بمصلحتك، وما تثور ولا تتذكر الإساءة، المحبة أن ما تفرح بالضلال لكن تفرح بالحق، المحبة أن تستمر رغم الصعوبات، المحبة أن تتكل على الله بكل شيء، المحبة أن يكون عندك أمل، المحبة أن تتحمل كل شيء. وبنهاية الحكي محبتي لكم كلتكم بالمسيح.